السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله بنصور فيديو جديد عند الحمام. الفيديو اللي فات كنت صورت لكم قطف الحمام، ووريكم القطف بتاع الزغاليل اللي احنا بنقطفه، وقلت لكم على العمر المناسب للقطف والذبح والكلام ده كلاته، علشان الناس اللي هي حابة تشوف ممكن ترجع للفيديو تاني وتشوف. تمام؟ فكان باقي دفعة يعني كانت صغيرة كده، كنت قلت لكم دي يا جماعة لسه عليها يومين ثلاثة كده، دي رجعت انا قطفتها تاني وذبحتها يعني وفرستها في الفريزر عشان رمضان. كل سنة وانتم طيبين. كنت انت شفت الفيديو ده برضو معايا واني بنضفه وبفرزه. النهاردة بقى ان شاء الله هوريكم انتاج جديد ودفعة جديدة، بيض وزغاليل وكل حاجة، علشان برضو ايه يعني ادوكوا طاقة كده وحماس، على اساس الناس اللي هي غاوية المشروع ده يعني تحبه اكتر وتتجدعله، وان شاء الله هيبقى معاها انتاج حمام كويس جدا. يلا كده يا جماعة كلتنا نعمل لايك كده، سموا اللوعة مو لايك، عايزة كل اللي بيشوف الفيديو يضغط لايك. تمام؟ يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة وهنشوف انتاج الزغاليل والحمام الجديد. يعني ان شاء الله برضو في انتاج زغاليل جديد، ده ان شاء الله منهم يعني زغاليل بدات تمشي على الارض اهيت منهم، فان شاء الله انا هذبحهم يعني هقطفهم النهارده معاكم وهتشوفوا كل حاجه ان شاء الله. وان شاء الله برضو انا جايبه لكم حاجه جديده هنشوفها برضو في الفيديو يا جماعه، ده كويسه جدا للحمام. تعالوا بقى كده يا جماعه قبل ما نعرف وقبل ما نعمل اي حاجه نسمي الله ونقول بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، ونشوف الانتاج بتاعنا ونشوف الفيديو الجديد. لانهم ساعه ما قطفتهم انا كنت بقول لكم الحمام يا جماعه، في حمام دايما متعود ما يبيضش الا ما تقطفوا ولاده من تحت الاول، دايما في حمام كده يعني، فيه نوعيه ثانيه من الحمام بتبيض وهي برده بتاكل الزغاليل بتاعتها، وانا هوريها لكم لان في جزء دلوقتي بايض والزغاليل وهو لسه بياكل الزغاليل بتاعته برده في نفس المكان، فانا عشان كده ان شاء الله هوريكم كل حاجه. وتعالوا يلا نشوف. طبعا الدور اللي فات كان فيه هنا نايم زغاليل وقطفناه مع بعض، رجع بطني اهوت ما شاء الله، وكان نفس المكان ده برده كان فيه زغاليل انتوا كنتوا شايفينها معايا بسم الله ما شاء الله، بدت اهيت ونامت عليه اهي ما شاء الله، دي دفعه جديده اهيت. خدوا بالكم برده يا جماعه، يعني انا دايما ببقى حريصه ان انا يعني دايما بحب اقطف الحمام بدري. ليه؟ لان زي ما قلت لكم في الاول خالص في نوعيه حمام ما بتبيضش الا اذا انت قطفت الحمام من تحتها. ده هنا برده في الاول اهيت ما شاء الله، ده نايم على البيض بتاعها برده اهو، ده هنا لسه، دي هنا زغلوله اهيت، ده ان شاء الله برده يا جماعه عايزه القطف هنقطفها برده اهي بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بسم الله ما شاء الله، ده حلو قوي يعني، هي لسه في ريشه صفرة كده بس على خفيف، بس ان شاء الله هتبقى كويسه برده هنقطفها مع بعض. وهنا اهوت البيض، ده دفعه البيض الجديده، كل ده يا جماعه ده بيض جديد يعني بسم الله ما شاء الله، يعني عند ما قطفت الحمام كلته لقيته كله ما شاء الله رجع بيض تاني. دي بيضه واحده اهي بس لسه ما بيضتش الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم، دي زغلوله بقى بسم الله ما شاء الله، شايفين ده زغلوله، شايفين الحجم بتاعها عامل ازاي ما شاء الله، يعني حاجه كويسه جدا. ده يا جماعه بقى ما شاء الله ده مستويه يعني لا فيها ريشه صفراء ولا لها اي حاجه، انا بحب ان انا اقطفه وهو في العمر ده كده، عمر الذبح كده اذبحه وهو بالشكل ده كده. لو انتوا حابين ان انتوا تشتروا الحمام من السوق ولا حاجه على اساس ان انتوا تربوه وعايزين تجيبوه زغاليل لسه صغيره تربوها على ايديكم، هاتوا بقى اللي هو ايه زي ده كده مستوي، يعني يجي يطير معاك على طول، لا في ريشه صفراء ولا في اي حاجه زي ما انتوا شايفين كده. والحمامه ما شاء الله الزغلوله تلاقيها فايره وحلوه، ما تجيبوش الحمام اللي هو الضعيف يا جماعه اللي هو تبص تلاقيه المدعب المقرمد ده، لا ما تجيبوش، يعني بسم الله ما شاء الله برده بيضه ونايمه اهيت. ده برده ما شاء الله جوز اهوت بس لسه فيه الريشه صفرا اهي، ده لسه هيستنى عليه شويه. هنا برده يعني ما شاء الله يعتبر هنا بقى بسم الله ما شاء الله، ده هي مطلعه اهيت بس بتضرب عشان يعني مطلعه ما شاء الله كويسه اهي. ده برضو يا جماعه هو ده بقيه الزغاليل، ده في الجهه الثانيه اهي بسم الله ما شاء الله، يعني هي يعتبر فرده الوحيده بس ان شاء الله برضو هسيبها ابقى اطوفها برضو مع التانيين، هي يعتبر الريشه الصفراء طيرت من دماغها اهي. ده كلته بقى ان شاء الله عايزه القطف، انا هقطف ده كلته قبل ما انزل، بس انا حبيت اوريكم الانتاج يا
يعني ده كله مش الانتاج. السفاح يا جماعه بسم الله ما شاء الله، يعني كفايه كده علشان ما اطولش عليك الفيديو. في اللي مطلع وفي اللي بايض ما شاء الله، كل السفاح زي ما انتم شايفين بالنظام ده كده. دي يا جماعه بقى واحده هنا هي دي اهلها بايضين عليها، فهي لسه يعني يعتبر صغيره، فانا هحاول ان انا اشيلها واكلها انا على ايديا علشان افوق لهم المكان يعرفوا يناموا فيه او يبيضوا فيه. شايفين البيضة دي بسم الله ما شاء الله، يعني هي بيضة كبيرة مش طبيعية، بس هي تقريبا كده البيضة دي بصفرين، وهي حتى لو بصفرين ما بتقلقش ان هي ممكن تطلع. الوقت بقى يا جماعة ان حطيت لهم العلف اهوت، بعد ما حطيت لهم المية غسلنا لهم طبعا الساقيات وحطينا لهم المية بتاعتهم لانهم كانوا عطشانين. في مكون باذن الله هنحطه على المية، بس النهاردة ان شاء الله انا جايبة برضو حاجة كويسة جدا هنحطها على العلف. من النهارده ان شاء الله بقى مش هنحتاج لاي علاج بيطري ولا اي ولا الكلام ده خالص. يمكن يوم ما بعوز العلاج البيطري يا جماعه بطلع وبقول لكم انا جبت علاج بيطري لكذا، تمام؟ يعني هما لما كان عندهم اسهال اخضر انا طلعت قلت لكم يا جماعه انا جبت لهم علاج بيطري، وعلشان كان فعلا بقيت الاقي حمام كاشش وكده، فانا اضطريت ان انا اجيب علاج بيطري. النهارده باذن الله هنعمل حاجه كويسه جدا، الحاجه دي هتبقى للاسهالات والمشاكل المعويه والطرد للديدان، كل حاجه، اي حاجه ممكن تتخيليها موجوده في المكون ده. فاحنا على طول دايما باستمرار، يعني حتى لو هنعملها مره او مرتين في الاسبوع دايما اعملها له، تمام؟ ده كده اول حاجه، بس طبعا ده مش المكون الاساسي معايا انا، فرم وبصل وتوم وليمون وحتى عليهم كركم وخلي كمان في قلب الحاجات دي، يعني دول كلها خلاصه توم والبصل والليمون وخل وكركم، كل الحاجات دي. طبعا انتوا عارفين الكركم ده رافع مناعه وكويس جدا، ده الصفايه اللي هي الخشنه دي انا صفيتها، اما الميه بقى انا هحطها على ميه الشرب بتاعتكم. ده بقى يا جماعه ده يعتبر المكون ان شاء الله اللي انا هحطه النهارده اللي انتوا شايفينه ده. ده بقى ايه؟ ده القرنفل. في ناس بتسميه المسمار، يعني احنا بنقول على القرنفل وفي ناس بتقول على المسمار زي ما انتوا شايفين كده. مش هحط لهم طبعا بقى خشن، في منه قرنفل مطحون هنحط باذن الله من القرنفل المطحون ده. ده كده بقى القرنفل المطحون، يعني انت مثلا لو انت مش لاقيه الا خشن بس هاتيه وطحنيه في الكب عندك او في الخلاط هيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقى يا جماعه القرنفل المطحون ده بيبقى كويس جدا للحمام، بيعالج كل المشاكل التنفسيه معويه كل حاجه، رافع مناعه، كويس جدا برضو للاخصاب، الحاجات دي كلها، مضاد فيروسي ومضاد بكتيري ومضاد للالتهابات، بيعالج كل المشاكل دي. يعني لو الحمام عندنا مثلا بيعطس، او في ناس اوقات دايما كانت بتقول الحمام بيكح، ده يعني يعتبر ده بيعالج كل المشاكل دي يا جماعه، وكمان فوق كده كمان يعني هو يعتبر رافع مناعه، يعني بيخلي عندك الحمام والزغاليل بيبقى صحته كويسه جدا. دايما كل العلاج يعني عندي بالاعشاب يا جماعه وبالحاجات البيطريه دي، تمام؟ فانا دلوقتي كده هحط شويه القرنفل دولت على الخلطه ده اهي، واحاول كده ان انا اقلبهم في قلب الخلطه اللي انا عملتها دهيت اللي انتم شايفينها ده اهي. ريحته جميله جدا، يعني هو مش ريحته وحشه ولا حاجه، لا هي ريحته مستحبه وجميله جدا يا جماعه. بنحط منه يعني لو انت عندك معلقه شاي ولا حاجه عايري منه ملو معلقه شاي على 3 كيلو كلف، بس الاحسن ان انت تحط القرنفل المطحون على حاجه زي دي كده على اساس ان الحمام يستفاد منه، انما لو انا حاطه بدرته كده زي البودره ما بتهقليش ان هم ممكن يستفادوا منه، تمام؟ فانا هاخد يعني كبشه زي ده دوت اهي وهقلبه على العلف. ده كويس جدا يا جماعه، حتى يعني الايام دي بقى طبعا بيبقى فيه هواء وفيه كل المشاكل ديت، فاحنا عايزين حاجه نحصل الحمام عندنا بيها، وانتوا عارفين ان الايام الربيع دي بتبقى فيها هواء بيبقى فيه عدوى وفيه حاجات من ديت، فانت على طول دايما باستمرار التوم والبصل والليمون ده بيبقى كويس جدا ورافع مناعه لهم. انا غلفت الكلفه كلها بالمكون ده، حتى هو الحمام يعني بيحب ريحه البصل وبيحب ريحه التوم، على طول هتبص تلاقيه ما شاء الله ياكل من الكلفه ديت. غلفي كل اللي يعني كل الحبوب اللي هي بتاعت العلف دي حاولي ان انت تغلفي بيها. انا هقسم نص نص العلف كده اهو، والنص الباقي في قلب الوعية دي كده ياكل. ده كده يا جماعه الموضوع ده لازم تعملوه كده عادل، يعني على اساس ان هم يفطروا منه كده وهم جعانين ده هيعمل معاهم شغل كويس. اما الميه دي بقى انا عندي الصفايه اهي هحط لها في ميه الشرب كده في كل سقايه شويه. ده كده يا جماعه بقى حطينا العلف اهوت للحمام ما شاء الله كلته بدا ينزل ان هو ياكل.
ده يا جماعه بقى المعلقه القرنفل ده المفروض يتعمل مره او مرتين في الاسبوع بالخلطه اللي احنا عملناها ديت. ده ما شاء الله هتخلي الحمام عندك صحته كويسه جدا، الانتاج عندك كويس، وانا وريتكم طبعا يعتبر كده حاجه بسيطه من الانتاج. كنت قبل كده يعني كنت قبل كده وريتكم الفيديو بتاع القطف، ما شاء الله انتاج حمام يفرح. ونفس الدوره دي برده باذن الله هتبقى فيه برده انتاج حمام كويس جدا. لتاني مره برده يا جماعه باكد عليكم القرنفل لو انت حطيتيه على الحبوب او البذور بتاع الاكل ديت مش هتجيب معاكي نتيجه كويسه. اللي افضل عشان تضمن ان هي هتجيب معاكي نتيجه حطيها على شويه البصل والثوم المفرومين دولت، ده هيديك نتيجه كويسه جدا. حتى انت بقى لو انت عندك الحمام فيه اي مشاكل، كاشش، تعبان، عملتي كده مرتين في الاسبوع ما شاء الله هيبقى عندك حمام انتاج كويس جدا وصحته كويسه جدا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تضغطوا لايك يا جماعه للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.